جينا كان فايد لي خدارك وكان فتحت بابك تلقانا في الشوارع الحلة والمزارع في أي مكان نقالك ونحكي عن مشاكلك في أي مكان نقالك ونحكي عن مشاكل القرية والمدينة في مدني أو في حلفة في بورسودان وشندي كادقلي والأبيض نيالة والجنينة وعبر الحنينة الليلة نحن جينا الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا الليلة نحن في قناة الشروق برنامج مسرح في الهواء نطرح موضوع بفتكر انه الموضوع ده بيهمكم وبالذات في المنطقة اللي احنا شغالين فيها دي وارجو من الناس بعدين تشاركنا اذا حسوا انه دارين يشاركونا حباب واذا حسوا احنا نقدم تمثيلية صغيرة بعدها ممكن برضو الزول يقول رايه ويقول وجهة نظره عشان نصل بنتيجة كويسة في الموضوع اللي احنا حنطرحه ان شاء الله لكن قبل ما نبدأ معانا ضيف عزيز الفنان الاستاذ عاطف قطيني مرحبا استاذ الله يسلمك استاذ يا محمد بيك حبيك يا عاطف شرفنا كثير والله العظيم معلم كبير لابس طاقيه هاي بدنا نشوف هيعمل لنا شنو زينا دقيقه يا استاذ لو سمحت السلام عليكم السلام ورحمة الله الله يبارك فيك يا ولد ما تمشي تشيل الحاجات دي ناخذ دابه هناك دقيقه يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا الكراتين الكراتين بتاعت الصابون دي رحيله في بتاع البوكس واقف برا يا اخوانا ما تفوتوه يا اخي ما ممكن يا اخي يا استاذ انا اخلي مكتبي اجي اشتغل معاكم هنا يا استاذ دقيقه لو سمحت يا شباب المكنه دي انا كلمتك 60000 مره وقلت لك ما شغلها ما شغل المكنه دي مالك يا اخي المكنه خليها هسي شغل المسا يا استاذ لو سمحت عليكم السلام عشان انا عندي زمن ومستعجل جدا اي عارفك زبون جديد زبون جديد صح لا يا استاذ يا استاذ خلينا تيم كلامي وبعد ذاك اتكلم ها عندك انا كلام. عندي زمن هاي عندي كلام دار اقوله لك انا المسؤول من اجراء يا ولد ما قال لك ودي الكراتين دي هناك انت مالك ما بتسمع الكلام كذا يا اخي ودي الكراتين دي هناك يا الله يا سيد يا استاذ والله بالطريقه دي حتطيروا زبايننا كلهم ما ممكن الواحد يكون كذا يا اخي بالمستوى ده يا اخي ايوه يا استاذ لو سمحت لو سمحت يا استاذ ايوه معك لو سمحت ايوه معك لو سمحت ايوه خليك مركز معي شويه ايوه انا المسؤول والمندوب عن اجراءات السلامه في الورشه بتاعتك الهنا دي اب 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 لا دقيقه لا ما الباب وين وفي شنو مالك اهلا اهلا ومرحبا بك الله يسلمك مرحبا بك وشرفتنا والله تسلم والله الله يبارك فيك الله يسلمك الله يبارك فيك الله يسلمك الحمد لله الله يبارك فيك يا ولد خلي الكراتين دي جيب مويه جيب مويه يا ولد خليه يا استاذ يا استاذ يا استاذ فوت الزبون ده لازم يجيب مويه يا استاذ أيوة. انا شارب مويه مارق من البيت دائما بفطر وبشرب المويه ويعني المدام ما بتقصر انا جاي له عمل وماشي عمل فهمت انا قاصد شنو
انا داير اعرف اجراءات السلامه اللي عندك هنا في الورشه القاعد تتبعها مع العمال والموظفين بتاعينك في الورشه بتاعتك. اوكي طبعا انا جاي خلينا اكمل. أوكي. انا جاي داخل وشايف في طفايه واحده معلقه وتحت الخط الاخضر، فاهم شنو يعني؟ بما انه انا مدير هذا المصنع انا برحب بك كثير جدا وبتشرف بحضورك لنا، وانا اشكرك كثير جدا. جميل. وانا اسف جدا لتجاهلك في بدايه الحديث. نعم. لكن ما في مشكله. نعم. انت كده روق واشرب لك مويه بارده. يا ولد ما تجيب المويه يا ولد. يا اخي يا اخي جيب المويه. شنو يا اسم الكريم منو؟ يعني اسمي انا عبد الجبار. ده المدون عندي هنا. ايوه. ورشه عبد الجبار، الورشه الصناعيه. مصنع لو سمحت. معلش. مصنع. أيوة. مصنع عبد الجبار. ايوه. طيب يا استاذ عبد الجبار. ايوه. انا عندي وقت ضيق لاني حامشي بقيه المصانع اللي بجاي والورش وحتى البيوت اللي بورا بهناك. لا. اللي هي قاعده تتعرض للابخره. أيوة. و و و والمجاري بتاعت المصانع الطالقه في الشوارع سيدي. انا داير اسالك سؤال، اديني التقرير دلوقتي اللي بخص الاجراءات بتاعت السلامه، خصوصا وانا داخل اكتشفت انه العمال عندك ماشيين بدون سافتي شوز. ها بدون سافتي شوز وبدون جلاوز وبدون اني كمامات وبدون اني طواقي، فاهم كلامي يعني شنو؟ بطل كلامك ده واستهبالك ده وامشي جيب لنا الاجراءات. انت لازم تشرب قهوه عشان تهدي اعصابك كويس عشان نقدر نتفاهم. ارجوك رجاء خاص ممكن تهدى شويه. يا بيت محاسن عبد الجبار. محاسن يا محاسن. استاذ عبد الجبار قهوه قهوه خفيفه لو سمحتي. يا استاذ عبد الجبار ومعاه واحد نعناع. يا استاذ عبد الجبار. نعم. انا داير اعرف انت اتخذت شنو من الاجراءات عشان نقفل سلامه العامل اللي عندك والموظف اللي عندك. اسمك كريم. في ابخره. ها؟ اسمك كريم منو؟ انا اسمي عاطف. يا عاطف كيف الحال؟ الله يبارك فيك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الحمد لله. يا ولد ما تجيب المويه. لا اله الا الله. يا اخي جيب المويه. جيب المويه. كلمتك 60,000 مره، خلي البوكس. البوكس خليه، الزبون ده ما دايرنه. جيب المويه. ما تضحك لي، ما تضحك. عبد الجبار. ايوه. عندك تقرير ولا ما عندك تقرير؟ عشان انا ارفع تقريري واوديه هناك. عندك تقرير؟ انا موظف. موظف خد في بالك. انت حسي شايف عليه شنو؟ انا داير. لا شايف عليه شنو؟ المصنع ماله؟ شايف ماله؟ انا شايف العمال ماشيين من غير احذيه. بتاعت سلامه لهم ومن غير جلاوز وفي ابخره وفي ماكينات بتاعت براده وفي بتاعت حديد وفي مخارط وفي حديد ممكن يقع في رجولهم يقطع لهم كرعينهم، فاهم الكلام ده ولا ما فاهم؟ يا اخوانا المصيبه اللي وقعت فيني الليله دي شنو؟ المصيبه اللي وقعت فيني دي شنو؟ يا اخي دي ما يا اخي انا من الله خلقني في المصنع ده ما حصل في زول جاني شايل له حاجه زي دي ولا قال لي انا مراقب ولا ما مراقب يا اخي. انت يعني مفتكر بس بجوب بتاعين الضرائب وبجوب بتاعين الكهرباء يا عمويا والحفايات تمام. ما في برضه اجراءات سلامه متبعه في كل المصانع على راسنا وفي كل الورش على راسنا وفي كل المستشفيات على راسنا وفي كل وكل مجال بيخدم فيه وعامل على راسنا. طيب على راسك على راسنا انت عملت شنو على راسك؟ لكن في البدايه انا دايرك تهدي نفسك شوية عشان أفهمك الحاصل. طيب يا سيدي. أيوة. أنا هديت نفسي. يعني إحنا أول مرة تمر علينا حالة زي دي. حالة كيف يعني؟ حالة إنه يجينا مراقب عشان يفتش سلامة العامل. طيب جميل. يعني أنا ما حصل يا ابني. جميل جميل. أيوة. أنت لما مشيت أخذت الترخيص ما كان في إجراءات بتاع السلام مفترض تتبع زي ما إجراءات الرخصة اللي بتطلع للمحل وإجراءات المنشأة وإجراءات المصنع؟ ما كنت عارف الكلام ده ولا قاعد تتجاهله؟ فيش ليه يا استاذ؟ انا داير اقول لك كلام. نعم. انت الليله فاطر معانا عشان انا اعرف الموضوع بالتفصيل. يا استاذ. يا حياه. يا الله. يا حياه. يا الله. عليك الله حضر الفطور. حضر الفطور. انت ما مارق من هنا. ما مارق من هنا لحد ما تفطر معانا. يا استاذ انا عندي زمن. اي. انا عندي زمن. لا زمنك نحن على راسنا قلت لك. نعم. ما خلاص يا دا شغل. انا داير حاجه واحده صغيره جدا جدا. انت فاهمني؟ أيوة. انا عايز التقرير وعايز اشوف بعيني دي الاجراءات واشوف المعدات اللي قاعد تتبعها المصنع بتاعك والورشه بتاعتك عشان اجراءات السلامه للموظفين والعاملين. انا اقول لك صراحه. نعم تفضل. انا عندي مسؤول، يعني في زول مسؤول من السوفت مانجمنت بتاع المصنع. يعني انت اللي ماسك الاداره؟ يس. طيب وين المسؤول ده؟ مسؤول سوفت مانجمنت. ايوه. اوكي نحن نجيبه لك. فانت تهدى في البدايه عشان نروق شويه كده
وتورينا احنا دايرين نعمل شنو يعني يا استاذ. بعدينك شنو يا اخي عامل شنو يا اخي اللي بيضعوا له سلامه وما بيضعوا له سلامه يا اخي؟ ده كلام كثير يا اخي. لكن ما ممكن نتحمل كلام زي ده يا اخي. مال مال عامل يا اخي انا اضع لي سلامه يا اخي يا انا قلني بفتش في الارباح ولا قلني اقوم العامل شنو يا اخي؟ يا استاذ كورونا وطلعوا روحنا يا اخي. يا استاذ يا عاطف كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. يلا طيب انا 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 دلوقتي هادي جدا ويا ريت تبعت لي الزول المسؤول عن القسم الخاص باجراءات السلام. اوكي يا ريت والله. اوكي عشان انا مستعجل شويه. طوالي يا ريت والله يا استاذ. الو اخلاص 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 اسمعيني انت مسؤوله من السوفت مانجمنت. ايوه ايوه بس خلاص في زول هنا داير يقابلك تعالي قابليه كويس. اوكي يلا خلاص يا عاطف. مرحبا يا استاذ. انا طبعا عندي اشغال كثيره كذا. لا تفضل يا استاذ. عندي اشغال كثيره كذا وما داير هنا لكن انا حاجيب لك المسؤول عن السلام. جميل بس يا ريت تستعجل لانه انا عندي لفه طويله وعريضه والله. اوكي اوكي يا ريت. تفضل. تمام تمام تفضل. وين الشوطه؟ الله لا غزه فيك بركه يا عبد الجبار. ايش هسه رايك؟ لا اقول لك شنو سلامه شنو يعني شنو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. مرحبا استاذ الله يسلمك. كيف اخبارك؟ ان شاء الله كويسه. انا قابلت في الحقيقه عشان زماني مستعجل شويه حشرح لك سريع. قابلت الاستاذ عبد الجبار. وانا المسؤول والمندوب عن السلامه والامن في المؤسسه بتاعتكم والمصنع. وانا المسؤوله عن السلامه والصحه المهنيه في المصنع. جميل جميل جدا جميل جدا. مرحبا شرفنا والله يا استاذ. يا ريت انا لو قابلتك من قبل يا اخي. مش الراجل كل دقيقه شاي قهوه شاي قهوه. ده المدير. ده شنو ده؟ ده المدير. معلش طيب لو سمحتي انا جاي داخل وملاحظ انه عندكم هنا ما في اي اجراءات متبعه للعاملين والموظفين بالمصنع عندكم هنا. يعني سالت عبد الجبار فبعتك لي عملت شو في طفايات انا لقيتها تحت الخط الاخضر ودي معناتها ديت اوف يعني جيم اوت انتهت يعني معرض الناس الحريق ممكن ينشف في اقل من ثانيه استاذه اقل من دقيقه ممكن يكمل المصنع والورشه ويعرض حياه العاملين للخطر. لا لا ما ثاني حاجه لو سمحتي لو سمحتي لو سمحتي في اجراءات بتتلبس في لا مؤاخذه في الرجل تحت اللي هو الشوز بتاعت السلامه دقيقه لو سمحتي وفي طواقي وفي كمامات لانه الحداده والبراده وفي في حاجات بتطير في العيون روائش من الحديد ممكن تعمي انت عارفه الخطوره دي. انا وعنده النظارات. انا ما شايف انا ما شايف اي حاجه. انا لو سمحت تجيب لي التقرير سريع عشان انا ماشي اجيبه شنو التقرير بتاع اجراءات السلامه المتبعه هنا ولو في معدات يا ريت تجيبوها لي ناس. لا لا سلامه ما في سلامه يا انتوا وينو الجزم اللي جبناه لكم النظارات ماكم لابسينها واقفين كده زي هنا كيف؟ والله سلام عارف انا دربي ده هسي حمدت لي مره السلامه وجيت سلامه بيوت. اي سلامه بيوت دي. هنا سلام. انا المسؤوله عندنا مكتب يعني انا المديره. لا انا دار جاب لك شاي؟ لا عبد الجبار ده ما جاب لك شاي؟ يا استاذه انتوا قصه الشاي والقهوه دي عندكم شنو هنا انتوا؟ خش اشرب لك الشاي والقهوه الطوالي والفطور شنو في شنو؟ انا دار اعرف حاجه واحده عندك تقرير لاجراءات السلامه في المصنع ده ولا ما عندك؟ الله لا غزه فيك بركه يا عبد الجبار عندي. طيب وينو التقرير ده؟ جيب لي التقرير. وساي كده ما تفضل جوا اشرب قهوه ولا شاي ولا فطور؟ ثاني اشرب قهوه. شربتها؟ انتوا ما بتفهموا يا شابه يا استاذه. نعم. لو سمحتي انت المسؤوله عن قسم السلامه والامن والصحه المهنيه في المصنع ده. جميل. عندهم طفايات. جميل. هذا جميل. هذا شو جميل جميل ده واحد. انا لقيت ما لا يقل عن 18 واحد ماشيين بسفنجات سفنجات خضر. يكونوا مش هيتوضوا. يتوضوا الساعة الساعة 8 9 صباحا 10 صباحا. يا استاذة انتوا مالكم الحصريات؟ انتوا مالكم الحصريات؟ لا لسه. لو سمحتي عيني انا عندي الاجراءات شايفة؟ انا عندي اسم المصنع هنا وعندي اسم العاملين وعندي هنا في الورقة دي اجراء نعم مصنع عبد الجبار. تفضلي انا داير اعرف. تفضلي هنا ده انا دايرك اسي هنا ده تجيب لي التقرير عشان املا انا الفورم. لا التقرير بجيبه التقرير بجيبه مش السلامه ولا الصحه المهنيه فيه. ايوه والمعدات المستخدمه اللي بيلبسوها العاملين في حمايه وسلامه من التقطع والحديد والعويق والحاجات دي كلها ما كلام ساي. انتوا ادكم الرخصه دي كيف؟
رخصتين. مش فاهمين الكلام ده؟ بقعد اسوق انا. اي عين لا وانا ماسكه شغلين. اها. ماسكه شغلين ثاني عندي برضه شغاله محاسبه وشغاله السلامه، طبعا انت عارف شغل السلامه ده كثير. اي السلامه كثير لكن ما عملت حاجه كتير. والله. كيف ما عملنا عليك الله سعيني عليك الله سي ما في هنا ما في؟ سفنجة 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 سفنجتين ثلاثة هذي الجزمتين يا زول هذي واحدة من الجزم. ديل ديل معلش ديل لانهم واعين بالمساله دي واعين بخطوره المساله دي لكن بقيه العاملين عملت لهم شنو؟ بذلت يا مجهود في توعيتهم من المخاطر ومن بعدين تعالي لو سمحت شوف هنا شوف الزيوت دي شايف الزيوت دي؟ الزيوت دي بتسبب اضرار كبيره جدا جاتني لفت راس يعني لو زول عنده اشكالات في الانفيزايم ممكن تاذيه اذيه بالغه وين الكمامات يا استاذه؟ وين الجلاوزات؟ وين الجلاوزات؟ وين ال 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 الجلاوز وين؟ ده تخصصي يا استاذ ارجوك ما بسمع لك ما تضحكي لي عندي لفت راس جاني لفت راس لو سمحتي لو سمحتي بس هناي كده ملح به سكر واجيك ودي جاتك من وين؟ ما هو ده من بالشم بتستنشق في الابخره دي انت بتحاسبي ساي؟ بتحاسبي ساي ما عارفه انه الموظف والعامل ده محتاج لشنو؟ عارفه ما بيحتاج للراتب بس ولا انت بتحتاج الى يده او لخبرته بيحتاج ايضا لسلامته وسلامه نفسه حتى بعد ما يكبر ويمشي البيت ويرقد بيكون هو في صحه جيده وانا المديره مش تجيو ربو ولا سعال ولا والعياذ بالله حاجات كثيره انت ما بتجي ان شاء الله ما بتجي انا افتكر رسلنا لكم كتيبات كثيره جدا بتعنى بصحه العامل اديني التقرير لو سمحت صحه العامل هذول العمال جنبك اديني التقرير لو سمحتي احنا قاعد نحافظ على صحتكم ولا ما قاعد نحافظ تعال قول لي وينو لابس الجزمه تعال قول لي قاعد نحافظ ولا ما قاعد نحافظ هذا شوف هذا يلبس لك شنو ثاني يخش جواها السلام عليكم نعمل لك شنو الله يبارك فيك احوالك الله يسلمك الله يبارك فيك الله يسلمك اسم الكريم منو يا استاذ لو سمحت مجدي يا مجدي انا متاكد انه مجدي ده هو النموذج الوحيد اللي ممكن يحتذى لكن عنده برضه اشكالات عنده اشكالات وين الجلاوز مجدي انت هسه شغال في ماكينه ها قلت شنو يا استاذ؟ وفي طاقيه يا مجدي لو ما من الشمس بس بتحمل لك راسك لو وقعت حاجه مفك زرديه اي حاجه ممكن تاذيك يا مجدي يا اخي مجدي ده طاقيه ليه يا مجدي؟ قالي عليه انت قال لي نزول عنده صلعه ما كده وسخانه وغسلتها طلعها عشان غسلها خلاص يا مجدي امشي شوف هنا معلش معلش ده نموذج واحد بس لابس حاجه واحده يعني احنا عندنا نموذج وما في نموذج انا بفتش من قبل ما في نموذج اهو فتش يا استاذه وين الطاقيه بتاعت الراس وين الجلاوز وين الاندرشوز وين الكمامات وين ما في يا اختي انا اسوي لك شنو يا اديني التقرير لو سمحت اديني التقرير لو سمحتي لابسه طاقيه سوي الحر لابسه طاقيه قدر ده معلش دي اجراءات السلامه سلامه نعم. واقف لي اصلا انا قريت محاسبه انا شغاله هنا دي بتاعت محاسبه من قبل والسلامه دي عاملاها ساكت مني خدمه لعبد الجبار ده يا اخي كرهتني من قبل وانت بتاعت محاسبه يحاسبك رب العالمين خلاص بعد كده لانه انا اصلا ذاتي مشغوله هسه انا اعمل المحاسبه ولا السلامه ولا اسوي لهم بالله نادي لي زول سريع لان انا مستعجل جدا لو سمحت ما في ولا واحد لابس له كلهم سفنجات السلام عليكم دقيقه يا استاذ دقيقه انت شغال هنا مش انت عامل هنا ولا موظف ولا مهندس ولا شنو يا استاذ لا انا شغال هنا مش في مصنع عبد الجبار اي في المصنع في مصنع عبد الجبار العمال الحمد لله الله جابك عمال اي طيب يا استاذ دقيقه خطوتين لقدام تعال خطوتين اي بس هنا انا داري اعرف يا اخي بصدق شديد جدا يعني انتوا هنا ده في مصنع عبد الجبار ده صرفوا لكم الزي صرفوا لنا المواهي صرفوا لنا الحوافز لكن لسه ما ادونا لها والله شفت صرفوا لنا دي ما قلت لي صرفوا لكم انا قلبي فحا لا انا دار اتكلم في حاجه لانه الحوافز لسه ما ادونا لها عبد الجبار ما اداكم والتشغيل لسه ما لا دي بدوكم لها انا بتكلم في شيء ثاني انا اعرفك عن نفسي انا ما شغال اوفر تايم اي كويس انا قدامك ده بشتغل اوفر تايم انا شغال 20 سنه في المصنع ده مصنع عبد الجبار 20 سنة طيب بعد ما خلاص المعاش قرب بتعرف جميع الورش كلها جميل طيب انا داير اسالك سؤال انا مندوب السلامة والامن
الصحي والسلامة الصحية والسلامة النفسية حتى بالنسبة للعامل والموظف ومدير الشركة والصراف وكلهم. نعم. اللي أنا داير أعرفه عبد الجبار ده من 20 سنة حصل أداك لا مؤاخذة جزمة كبيرة أو شوز سافتي شوز عشان أنت في حديد بتجي ماشي ممكن يجري حاجة يقطع عليك رجلك في جوانتي كبير جلاوس كده بتلبسه من عشان من الخدوش في كمامات لأنه أنا أسي داخل حتى الشفاطات بتاعت الهواء ما في أبخرة ممكن تستنشقها أنت وتعزيق على على المستوى القريب والبعيد. لا أنا ما بكتم نفس يا أستاذ أنا ما شفني كده والله أنا ما شفني كده أنا شفتها أنا ما فاهم المصنع ده أنا حافظه حافظه حفظ نعم أنا بس يا اسمك منو؟ أنا اسمي عاطف عاطف نعم يا أخي لك الله كلم لنا المدير يا كلم لنا المدير قول له أنتوا ناس كبارات يا أخي قال لك الله نحن عمال مساكين يا أخي يا لك الله كلمونا يا قول له قول له أدونا أنا أوفر تايم حق الأسى ما صرفوا لي بيصرفوا لي أنا شوف أنا يعني دي الأكل ده انا شفت الاكل ده لما ناكل تمام أيوة. صحه تمام نعم. الباقي ده ما قدر سايم من رب العالمين. طيب انا داير اعرف انا داير اعرف انا عندي يعني جاي هنا عشان اعرف الاجراءات اللي بتتبعها هنا عبد الجبار في شركته لحمايتك انت كزول عامل عندك خبرتك عشان ما تتاذي في اصبعك ما تتاذي في رجلك ما تتاذي من الابخره ما عامل حسابي ما عامل حسابك انت هو جاي ماشي زي انت نحن بنعمل صابون نظيفين انت لابس ابرول بس نحن بنعمل صابون عشان كده نظيفين لا صابون والله شنو يعني صابون لشنو بنعمله نصنعه يعني في صابون بتدخله بجاي لا ما بعمل بكتب نفس ما في حاجه بتخش بعد ذاك بتخارج بمشي محل التعبئه استاذ انت شنو كانت بتكتب نفس اكتب نفس انت بتكتب نفس من ما تخش لغايه ما تطلع الظهر ما خبره يا خبره يا خبرة كم سنة يا أخي أنت اسمك منو يا أخي أنا ما أنا شوف اسمك منو أنت أنا شوف يدونا يصلحوا الماهية ويلقونا وبعدين يدفعوا لنا القروش بتاعت الحوافز وبتاعت التشغيل وبتاعت الأوفر تايم نحن لما تجينا القروش دي ناكل ونضرب نكون تمام صحة تمام ثاني ما في أي مرض ذاته بجيك بعدين يا أخي المرض ده كان جاك مع كفارة يا أخي ما من رب العالمين يا أخي المرض ونعمة بالله من رب العالمين يا أخي عارفين لكن ما في إجراءات متبعة حق شنو؟ اجراءات سلامه صحيه امنيه اي بمعنى بيه انتو ديل العاملين والناس الشغالين في الورش وده شغل خطير جدا يعني انت من الورشه دي للورشه دي من المصنع ده للمصنع انتو حسي يعني انا اللي اكتشفت انه طفايات للحريق حريق لو قامت بوب كده كلكم حتجروا الزلط ما فيكم زول حيقعد دي نار يا ابني ما نار الطفايات دي كانت قاعده وربنا اراد الحريق ده نحن عاد مع الغدر نمشي وين؟ لا عندنا طريقة ما صار مع الغدر لكن لازم يكون في وعي بيها لازم تملوا طفايات لازم وبعدين الكلام ده ما لك انت موجه انا بس لك انا هسه لابس هذا لابس دي ما بتحميك من اي مخاطر كيف؟ دي عندنا نحن هنا ما بتحميك من اي مخاطر في كتيبات نحن بعتناها لك قصدك الجوانتيات؟ نعم الجوانتيات فالجوانتيات دي بتحمي لك اصابعينك من الروايش من البنزين الحار من الزيوت السخنه بعدين الصودا بتحرق الاصابعين هاي صح بتحرق الاصابعين والله صابون حار لكن ما انا بعمل حسابي ما حريف لكن لا ما انت عندك خبره لكن برضه ما بتمنع من انك تصاب بأمراض امراض جلديه امراض تصيبك يعني والتنفس والاستنشاق يا استاذ يا استاذ انت انا الداري عارفه كده اديني بياناتك لو سمحت انت اسمك منو؟ والله انا قررت انزل المعجزاتي خلاص بعدنا انا فايتهم ذاتي فايتهم كيف يعني؟ قلت لهم ادوني معاشي عشان انا ادوني استحقاقاتي بس قلت بعد يصرفوا لنا حوافز والترقيه الاخيره عشان المعاش يكون كويس طيب انت هسه بتضمن تمشي البيت ترقد من غير اي مشاكل في الصدر اي مشاكل في الرجلين اي مشاكل في حتى في راسك يعني ممكن تقع فيك شايف المكنه دي ممكن تقع في راسك ممكن تعوقك ممكن تصيبك في طاقيه كبيره بتاعت حديد بتتلبس في شفاطات عشان الابخره خوذه ايوه عندك عندك لكن ما قعدت تلبسها ده كان جابوا لنا كان زمان كده والله ذكرتني زمان كان جابوا لنا هنا بتاعات كده قال تلبسوه ايوه والطاقيه ايوه في طاقيه طاقيه لذيذه كده لا في شنو بتعيقك ما بتخليك تشتغل أيوة. كده بعدين بتجي شنو بتكون أيوة. مستعجل أيوة. انت بتجي خاشي كده أيوة. يكون عندك شغل هنا وعندك حاجات أيوة. هنا و... أيوة. ما أيوة. بتكون أيوة. خاتي بالك عشان تلبس لك طاقيه ولا هنا انسى يا لا لكن الكلام ده خطير انا لازم اقوم يعني اكتب التقرير ده وانا احنا حنجيب لكم مخالفه لكن الطواقي جابوها لنا
الطواقي جابوها والابرولات جابوها ولا مؤاخذه برضه جابوا لكم الجزم اللي بتحميكم من الاصابات بتاعت الارجل مش كده؟ بتصرفوها لنا طوالي جابوها لنا طوالي جابوها لنا في المصنع طوالي لكن ما بتلبسوها؟ ما لا ما بنلبسها وفي واحدين تحت تحت بيمشوا يبيعوها برا والله انت الله ما قرنا خلاص عرفتها عرفتها انا اسمع خلينا في موضوعنا بالله خلينا اسمع لكن يا لكن يا حاج ولا اسمك منو؟ عاطف عارف احنا ما كبرنا خلاص بعدين احنا ذاته خلاص الشغل خلاص الحمد لله وما جاتنا حاجه الحمد لله لسه شباب تحتك حيشتغلوا ربنا يغطي لو ما وعيناهم احنا بمسؤوليه انه الواحد يلبس ويلبس الجلوزات عشان يحمي نفسه الله ما كريم الله ما مغطى علينا احنا ما شغالين في المصنع ده انا ما شغال 20 سنه ربنا ما مغطى علينا طيب انت قاعد توعيهم بدورك انه الحاجات دي مهمه للغايه انا ما فاضي انا ما بجري انا ما جار ما شغال معلم كبير في المصنع هنا ل 20 سنه ما شغال جاري يا الله يا اخي ما طيب فاضي يعني انا اسمع يعني انا الاجراء الدائره منك انا حاتخذ اجراء سريع جدا جدا لا تتخذ اجراء في شنو مخالفه لا طيب انت تتخذ اجراء في شنو انا حاتخذ اجراء لانه ما في اي وسائل للسلامه متبعه جيتوا كلمتوه لكن كلمنا عبد الجبار انا عبد الجبار قاعد ما كلموك ساي فجاه كده يجوك لا انا ما انا ما انا ما بسامح في حته زي دي لا. انا حكتب المخالفه انتوا طيب تسامحوا ان احنا الحوافز ما يجيبوا علينا التشغيل ما قروشنا ما يدونا لها تسامحوا فيها ما في زول بيدافع لنا لما تجوا لحاجاتكم شغلتكم انتوا التدافع شغلك انا استاذ انا اللي شغلك انا شغلك طيب كنتوا تصرخوا انتوا شديدين كده انت شغال في الحكومه ولا وين شغال في الحكومه نعم طيب انا مندوب خلاص كلم ناس الحكومه ده قول له يا زول المصنع ده خلي ادينا قروشنا انا اوفر تايم لو شهر ما نزل عندك مكتب بتاع عمل عندك يا استاذ لو ادينا قروش اكلنا صاحب تكون كويسه صح يا اخوان الزلمه ياكل كويس تمام شو صحته تمام يا سيد انا ما يا سيد يا سيد شنو تاني يا سيد 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 عندك مكتب بتاع عمل ممكن تشتكي فيه حقوقك الماليه اما انا ده والله انا ده مسؤول من صحتك النفسيه والبدنيه والصحيه والجسمانيه عاطف المعاش يا عاطف والله اهتمامك ده كان جانا في اهتمام بتاعت حقوق الناس والمواهب وبدل الترحيل وبدل التشغيل وبدل الحاجات كان احسن لنا يا اخي نحن ما نحن دارين ما هي دارين قروش ماني توكس يا اخي ما بتعرف ماني توكس ماني توكس قروش نعناع فطور اكل يا اخي نحن الفول ده انتهى مننا ذاته يا اخي الواحد من الساعه 12 تغنم يا اخي هلا قبل دقيقه ايوه بس عشان النوم بتاع الفول ده هو اللي بيسبب الاذيه العامل تخيل معي العامش ماسك له قطعه بتاعت حديد داير يبرد له راس سرندل كرنك داير عمل له الحاجه بتاعته بتاعت الزيت دي خدت الحديده وضرب الفول لاحظ ضرب الفول دقس كف بيقطع يده ما دقس لكن قلت قسمه يا ابني اهو انا مش دايه مال الزول مش شغال ده بكون بعد بفكر انت انت بتتكلم عن شنو انا يا حتى خليني انا خليني اسال الجماعه ديل قولوا لنا المهم في الشغلانه يا شباب انا بس اجي وانت بس باقي ولا يدونا القروش حقنا عشان ناكل عشان تبقى صحتنا كويسه ها ملابس وحمايه يا اخي لو سمحت يا اخي لو سمحت يا 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 استاذ يا اخي دقيقه انا ما اوصل لا اتكلم تفضل اتكلم تفضل وينو هذا تعالوا انا والله المواهي والقروش والحوافز والحاجات والتشغيل لانه نشتغل لحد الساعه 5 و6 بالمساء على الله نحن لو ما ادونا قروش القروش معها محركات الزيت والحركه بتاعت بني ادم شددين على رقبتنا بس ادونا قروش بتاع نشاط الشغل ادونا قروش ادونا قروش جبت الطاقيه جبت كسكت جبت حمايه لا يا استاذ مفترض مدير الشركه يوفر لك او مدير الورشه يوفر لك على الاقل لا مؤاخذه جزمه تحميك من الاصابات بتاعت الارجل جوانتي عشان هو انت هسه دلوقتي يدك ما شاء الله بتكسب بها رزقك ورزق عيالك يعني لو لا قدر الله اصبت هنا او لا قدر الله وقع فيك مفك هنا ممكن يسبب لك اشكال اوعاها يعني لو لابسه طاقيه نعم يلا اديك مثل قريب قال ما صبر وصلى ولا غير مغفره الله أيوة. لو قالوا ما في مغفرة وفي جنة وفي نار ما توضيت وصليت نعم. أديني حقي عشان أعمل حماية لنفسي طيب. الرأي إذا كان منهم في حاجة معقولة جيت لي شغل بفاتورة سدد لي الفاتورة عشان اللقمة تبقى معقولة كويس عشان ما ناكل الفولة ناكل لحمة معقولة يا ولد جيبك شنطة والكرسي يا ولد إذا تأخر وما أكون أنا صباحا أنا واقف مفروض أول ما أجي أجيب هنا تاخدت لي الكرسي طوالي تاخدت لي الشنطة أسمعوني هنا المكنة اللي هناك دي تمشوا تنزلوها ما تقول لي ما بنقدر وتجي هنا ما تضحك لي ما تضحك لي سامع كلام ده ولا ما سامع
هذا. اه معلم. اهلا مرحب. كيف؟ المفوق ده ودي لي ربيع. معلم كيف؟ هاي. تمام؟ تمام والله الحمد لله. ان شاء الله كويس. كيف الحال؟ كيف؟ ان شاء الله بخير. الله يخليك. الله يبارك فيك. يا اخي العربية دي ثاني قاعدة تعمل حركات كده ما عارف والله. يا اخي دقيقة بس. في صوت كده. عندي تربطها تربطها تحت. في الحتة اللي أنا قلت عليك. أمشي يلا. أي لكن ده بيعرفها يا أخي. هاي بيعرفها. تعال يا أخي وصف لك كويس. تعال تعال. قلت له حاجة ساي غلط يا أخي. يا أخي ده أنت فهمت حاجة يا ولد؟ بتعرفها ولا ما بتعرفها؟ بتعرفها ولا ما بتعرفها؟ يلا أمشي. اه بالراحه يا اخي انت قاعد تنتله كده ما بتجيب يده في يدك يا لا يعني دايرناد هول لهم كده يعني ولا كده يعني انت شافع صغير لكن ها انت شافع صغير شافع صغير يندرش هنا زوري ما له يندرش ما له انا ما اندرش هنا ما بيتعلم لا تعليم كده ايوه يا خد لما فكين ثلاثه في راسه يتعلم يمشي زي الطايقه اوعى انا ما صغير ما بيعرف حاجه على قدر شنو يابا نحن في روضه هذا وزاد المفروض يكون في الروضه سداده المفروض يمشي يقرا ما تعصر عليهم كده لا لازم تعصر عليهم كم احنا عصروا علينا كده عصروا علينا كده حتى تعلمنا ما في تهاون ده حديد حديد يلاقي حديد دق اي لكن حديد من قول التيت كده طوالي وشافع صغير هذا كيف يا حديد ما شوي شوي تعال 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 شوي شوي هذا هذا ده شغال ده شغال في المنطقه شغال كهرباء كمان يفك لك الستارتر ده زي ما حصل شيء ده يشتغل كهرباء؟ ايوه يشتغل كهرباء تشتغل كهرباء هبا 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 الله لكن امشي فيك الكويل اليمين ها امشي فيك وبعدين فك لي معاك السخان كويس؟ اسمع بيعرف يشتري زبيرات؟ بيعرف يشتري زبيرات تعال ايوه تعرف تشتري زبيرات؟ بيعرف يشتري زبيرات أسانا أها أسدر لك ويل مش يجيبه؟ بيجيبه لك الأصلي لكن بتعرف الأصلي؟ أبغى شو زايد هذا أبغى شو؟ ها؟ ما وريتك له وذاك؟ وريتك له وذاك ولا ما وريتك له؟ ها؟ بشوشك على بشوشك وريتك له وذاك ولا ما وريتك له؟ ما تدعم البيعون أمشي جيبه له أمشي جيبه له أدي القروش أدي القروش يا أخي ما بعرف يا أخي الله هذا يا أخي أدي القروش بيجيبه له هو زاد كبير ما بعرف يا أخي تعال تعال ما عرفت تربطها ماش؟ تجيب الكويل الاصلي ها؟ لعمك ده تفتش له يعني لو ما لقيته ما تجيني راجع اصلك ما تجيني راجع لو جيتني راجع بالمفاق ده وين؟ لا 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 وين؟ لا لا ها؟ في الراس ايوه في الراس اديه القروش اديه القروش والله جيب لي زول واعي كده يا اخي يقدر يعرف يا اخي وجيب لي معاك اللمبه دي ها؟ جيب لي معاك اللمبه دي اللمبه دي سهله كده دي بجيبها دي ما فيها هاي دي ممكن يجيبها اديه الكويل ذاته بجيبه لك هاي لكن هسه كم مالي الشمس الحاره دي يمشي فيها؟ ها؟ الشمس الحاره ماله يا وش يا على قال الشمس الحاره اي والله هسه الشمس والله الشمس الحاره يا ودي انت قاعد تقعد في الظل؟ قاعد تقعد في الظل؟ لا لا اسمعوا قاعد تقعد في الظل؟ لا لا ما بيقعد في الظل؟ وما بخليه ولا ثانيه يتعودوا خلاص ولا ثانيه يا ناس اتعلم خلاص على الشمس اتعلم على الشمس يا ابو الحرمي انا الشمس دي حره كيف انا الشمس دي حره كيف عليك الله يا اخي يمشي فيها هسه انا جيت انا مشيت له بتاع زبيرات واحد بس ما لقيت عنده الشمس ذاتها حرقتني جيت قلت امشي للمعلم ابراهيم ده خلي بالك يرسل واحد من اولاده ديل لانه متعودين على الشمس انت عودتهم على الشمس عودوا على الشمس لازم يسخنوا لحد ما ينجضوا الشمس دي بتنجض صغار ديل انجضوا؟ انجضوا ايوه انجضوا شفت يخش تحت العربيه دي يدعك يفك العادم ده كله اي من اوله لنهايته اي يطلعوا برا هنا ويلحموه والله هذا ده قدامك ده هسه انت زمان عملوا لك كده؟ كيف دق بالزرديه مش بالمفك يا زول بالزرديه انت قايل الصلعه دي من شنو؟ ما من المفكات والزرديه طق ترق طق شعر ده شعر كله لكن ما بقيت معلم تمام ها 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 معروف مشهور اي زول يقول لك يا زول عربيتك دي بس ابراهيم مش ابراهيم بقيت معروف خلاص مشهور ايوه لا والله انا فعلا يا معلم شنو جهزت لنا البتاع ولا ما جهزت الله الحمد لله بدينا البسه خلاص كويس ها ده فرده ولا شنو؟ ده فرده ده فرده لا والله البهوجي عندي رفرف بهناك داري يعملوا لي يظبطوا لي هاي والله خلاص انا ذاتي قلتها هاي كذا انا ما كذا انا اجيب لك كرسي
واجيب لك القروش. اقعد هنا 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 كرسي. لا معلم بيجيب لك كرسي الواد. يا ولد بيجيب كرسي. بيجيب لك كرسي عشان ماشي العربيه اجيب لك القروش. خلاص امشي جيب القروش. لكن رسل لي واحد كبير يا. لا لا ده بيجيبه ما عندك مشكله. امشي يا ولد. تفيك جربوك ها؟ تكلم معاك اخوانك ديل. يا معلم. يا معلم كيف الحال؟ ان شاء الله بخير. خضر كيف الحال؟ كيف الحال؟ ان شاء الله طيب. ان شاء الله بخير. بسلمك. تمام. الله يبارك فيك. وين يا معلم؟ فرشة الكمونية دي كده معلقة الليل. والله يا اخي بفتش لي مفكس غير من الصباح. ما لقيته. اسمع كنت ترسل الولد ده يجيك هناك يا اخي جيني هناك انا ما بدي مش مفك. كان دار مدربيته بديك له. شغالين الاولاد شغالين. مع عامرة. فك لهم مكنة هناك والله الاولاد كلهم والله. فكوها؟ فكوها اي. انتهوا منا؟ نزلوها جاي. هذا الجنزير ما داري حاجة. هذول ديل رينجا نزير. قول لنا رينجا نزير. اها. انا ما اعرف عليك الله عليك الله بتتذكر زمان لما كنا صغار؟ ها؟ ما بتتذكر لما كنا صغار؟ عليك بالايمان معلم حسين البيجاي ده. اها. والله مره قربني بالزرديه هنا. ايوه عليك الله قجيب لها الا لا 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 يا اخي دي قرمه والله اقسم بالله العظيم. لكن انا اقول لك حاجه. ايوه انا زمان ما شويه طايعين وبنفهم شويه وبنشربها طايره يعني بتبك كده للمكنه باب بتشربها. لكن يمينا بالله في جنيات الله ما ادي في شفع صغار في شفع صغار الله ما ادي يا زول والله انا طارد هسه قريب 20 ما بسمعوا الكلام. اول بعدين الكبر نحن زمانك يا معلم عندنا اثنين بننزل المكنه دي بنخطها نفكها لك كده زي الكمونيه ما من غير جنزير. والله تقول الناس دي بياكلوه في سمك. كيف يا اخي؟ تجينا الساعه 5 مساء تلقى المكنه دي فوق شغاله. ايوه 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 يا زول كيف؟ شغل نظيف. لكن انا داير اقول لك حاجه يعني اس يعني احنا كده وشغالين اس هنا في المنطقه دي انا داير اقول لك حاجه انا حقيقه فك زيت بفك كده زيت لسه يا اخي بيضمن في شنو يا اخي عليك الله يا اخي المعلومه غلط المعلومه غلط بتاعت شنو المعلومه غلط يا اخي كم عفره كلمت 100 مره لما نجينا زبون قلت لك اول باول تفك له زيت طوالي خلاص كويس اه يا اخي ما تاخر يا اخي ما تجربوك في المشكله يا شايفك اللام دي لغيت يا حبه لا لا ما تغيد يا ما تطغى علينا ها الله اكبر ابشر بقى. ايوه علمتك انا الله اكبر خطير يا يلا الكاشات بتاعت الزيت ها الكاشات بتاعت الزيت جايك لا تبشر هذا رسل لي الولد 70 جنيه ايوه لا لازم انت تعال دقيقه هنا أيوة. عامل لي معلم حسين زمان ونحن زمان بننزل المكنه ونفرتقها ونشرها كاشات زمان كانوا بدونا ليها انا وانت لما صبيان كانوا بدونا كاشات يا ولد ما كانوا بيفلقونا في راسنا ده وبقول لك انت بدك تحت لا دي كاشات يمشي يشتري زيت يا حبه انا جاي لحقك تو اخر اليوم يا اخر اليوم تقبضوا كده فرحان جدعان يا معلم وشتت ومبتين انت نادي ما دارت تعملها يعني ولا شنو؟ بتاع شنو؟ هنا ده ما دارت تتمه يعني ولا شنو؟ البيت ده 80 سنة قاعد كده ويب ويب ما في حاجة ما دار اقول لك حاجة هاي مقارصة كده هاي يعني انت حتديهم حقهم ده كامل انا ما دار بتعلم فيهم وبيشرف فيهم ما تسمعني يا ما تسمعني يا وهم انت ما تسمعني يا اخي كويس انا الحوش الفاضي ده دار استغله واخد فيه المكانات ما انا ده القصد لك بعدين عندي شوفة كتار شغال لي جوا وبحيته أيوة. بقول لهم في الكلية الحاجة الفلانية دي خمسة دقائق كويس كويس جميل 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 جدا جدا ده كلام جميل اسمعني يا اخوي هسه انا عندي بهناك عربيه واقفه ها تعطلت لي بهناك والاولاد ديل سافروا المعلم الكبير سافر عندهم بيكا كويس دار لي يا اخي على الاقل اثنين ثلاثه كده يمشوا يجيبوا لي من هناك ها من ورا هناك الفسحه ورا ورا الاشلاق ده زبون ولا شنو؟ زبون هاي قديم يعني بس داير اربعه خمسه شفة يمشي يجيبوها من هناك ترتيروها ونزلوا ورا 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 الاشلاق ورا الاشلاق بهناك بالله من النوع الشفوت كده وبيكونوا بيعرفوا الشغل مو زي اللي ضينات الصغار الجداد ديل اربعه هاي ما تجيب سحاب يا اخي سحاب وفي ما تجيب سحاب يا فرد حبه هاي حبه شوف ديل بيعملوا اي حاجه مش بيلزوها ايوه بيعملوا اي شيء ايوه بس خلاص يلزوها ويجيبوها وقاموا انت في كليك المكنه ويجي شايلين في كتفون بيجي بيعملوها بس جميل جدا المدار زي ديل بس يا ولد محمد هاي تعال تعال خلاص جميل معاكم منو ثاني ديل كفايه ولا ازيد لك والله يا اخي ديل بيقدروا ديل بيقدر ما كان كامله يا ابراهيم تقدروا تجيبوا العربيه دي ولا بتقدروا ها هاي اول ايوه ما تقلل الستارتر لا لا انت خليك في زيتك اول الزوا بس ها اول الزوا ما تخلي معاهم يا اخي لا نادي. لا دار انا ما تعجبه ناديه يا اخي ناديه ما تعجبه اسمعني هاي ديل بيقدروا
ها مربيهم كويس معلمهم كويس يا زول ليه التفاتيح بيشربهم كويس يا زول هو يقول لك حاجه هاي. ها هاي. ديل شنو كف نف كف نف كف نف بيجيبوها وين الدايمه بيقلعوها اقلعوا لك حنان نازو خلاص كويس اقلعوا لك اسهل من الدرس بالبضي ليه شفوت يا ها ها خلاص كويس يلا اراح يا اولاد يلا اراح نتخانق تمشوا ها ها بعدين الواحد ما بقصر عايز ما يتركب لهم قدام زوقه خليهم بالزوق جدا جدا أيوة. كويس خلاص يا لطيف يا لطيف السلام عليكم مرحبا عليكم السلام ورحمه الله كيف يا ولد محمد اها عيني يا معلم اسمعني ما تشيلوا من الزول ده قروش سامعين الكلام ده ولا ما سامعينه ما في زول مديد له حتى لو وداكم قول له ما دايرين امشوا يلا عيني يا معلم ايوه عندي عليك الله عربيتي بقت بتسخن كده والتقسيمه بقت هنا يعني جايب لها صوت كده ما اعرف كهرباء ولا شنو تعال يا عزيز تمشي تربط السلك ده هناك في العربيه بتاعت المرسيدس اللي هناك ها تمشي تربطه وتجرب لي الوصله دي شغاله ولا ما شغاله اعمل لها اللمبه ديك كويس تربط منه يلا قاعد يلعبوا بيه ولا شنو قاعد يلعبوا بتجيبوا شوفوا يلعبوا هنا ليه حتى ما وسخانه هنا يلعبوا كيف يعني ده ولدك لا شايفانا بنلعب ولا كيف يعني ده لعب لا لا ما هنا عشان شافوك ده دي الولد يعني حيطلع الكهرباء عشان يلعب بيها حاجه خطره المفروض تخليه يلعب في البيت ما تجيبه معاك محل الشغل هنا تعال ياسر لا يعني احنا قاعدين نلعب يعني مثلا كلامك ده ولا كيف يعني لا ما لعب انا بقصد لك ليه ولدك يعني ده ما موضوعنا انا دايركت اشوفه هنا للولد ده يعني ليه ولدك يعني لانه ده ولدك يعني المفروض تخليه في البيت حته نظيفه تجيبه هنا يعني ده دي رياضه اطفال ولا شنو امشي اربط لي اربط الكويل ده هناك وشوفه لو يشتغل لو يشتغل خليه قبله في العربيه لو ما اشتغل جيبه امشي ل امشي ل ل ل ل امشي لعاطف هناك امشي لإيهاب ولا ادينا واحد زي ده انت دي عدة يد ولا لعب انا دايره ورشه يا بنت الناس ما لك دار تصلح عربيتك ولا دايره تلعبي انا داير عندي شنو اللعب وما اللعب وبتاع انت شايفانا احنا شغالين ودي ورشه فاتحينها للعب يعني ولا شنو زي قاعد تلعب الشفع ما شايفك دخلت لك لا انت شايفه ده باسكت بول ده شايفه باسكت بول ما دي عده بتاع الشغل دي عده بتاع الكهرباء وعده بتاع ميكانيكا طيب عربيتي دايركت اشوفها لي ما شفتها لك قبل كده قصرت معاك انا ليه بتيجي تتلوم معايا انا يا اخي اها ايوه ها فطور الفطور يا اخي تفطروا شنو يا اخي تفطروا تفطروا طوالي تاكلوا انتوا يا اخي ما تمشوا على المهمه اللي اديتكم لها دي يا اخي ما تعمل فطور شنو يا اخي يا هناك حرام عليك ده انت قاعد تشتغل معاه انت بتقرا في مدرسه خاصه ولا شنو امشي يا اخي لا 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 حرام عليك يا اخي راسه تعمل لك كده راسه ما تجرب يدك ما تدلعيه اوعك تدلعيه اوعك ليه انت مشغل السدال معاك هنا لا ها وانت يا مشرفه بتاعت محبه وعاطفه انسانيه وبحته ولا كيف يعني يا خاف الله يا اخي ها يعني شنو يعني يا حرام عليك يا اخي والله الولد ده قايله ولدك قايله ولدك وقعد تلعبه هنا بعده هنا يا بنت ده كهربجي ده كهربجي يهز ويرز هذاك ها معلم الفطور ما قلنا يا اخي يا اخي طوالي فطور فطور جوع شنو يعني ما شربتوا الشاي حسي بالبسكويت شنو ما يا غلاط ولا شنو يعني غلاط ولا كيف امشوا برا فطور برا لخمه معاكم امشوا جيبوا العربيه دي وتعالوا امشوا يلا امشوا بالراحه شنو يا اخي بالراحه يلا ايه اللي فطور هنا يا اخي هيتا بعد ما اجيب لكم ايس كريم ها ولا كيف عين دير شغالين معاك هنا في الورشه دي الليله طالعه ونبي الفطور بكره بقول لي اجيب ايس كريم الله حلاوه مصاصه عين انت تشوف عدين اطفال دين ايوه مشغلون انت معاك هنا في الورشه دي لا لا جايبوا الرحله انت شايفان بيعملوا في شنو كلامك كثير الله يبارك فيك خليك عليا عين انت الولد ده انا بس اعرف حاجه عليك الله لانه انا يعني عشان ما اكون فاهمين غلط عشان ما تكون فاهمني غلط انا متخيل انه انت الاطفال الصغار ده مشغلهم معاك في الورشه دي وانه الحاجات دي بيمشوا بيعملوا شغل بجد قاعد يعملوا شغل بجد ولا قاعد يلعبوا وقع لي الحياه دي والله ليه بيشتغلوا لانه شايف لبسهم ذاته لبس شغل والله ليه بيشتغلوا شغل والله الكبار ما بيشتغلوا يا اخي تشغل ديل والله ده ديل تم 14 سنه والله ده بس الولد عمره 14 سنه ضاغط لك ضغط فرحان ها
كيف؟ بتعزف فيهم ليه؟ اعزف فيهم؟ انا بعلم فيهم يا استاذه، ما بعزف فيهم. بتعزفهم بعلم... يا اخي كده عذاب؟ هسي في الشمس دي ويشتغلوا، حرام عليك يا اخي، لسه بيقدروا يشتغلوا يا اخي. ده داير له لقمه نظيفه يا اخي، ما اديه حاجه كده، قلت له مش هركبه، انا اكبر من يده يا اخي، حرام عليك. مهنه في يده، مهنه في يده، لا حافله بتبوظ ولا حاجه، دي مهنه في يده، عنده مفاتيحه دي. ري 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 يفك المكنه يا معلم. كيف الحال؟ تمام؟ تمام ان شاء الله بخير. الله يبارك فيك. جبت القروش ولا ما جبتها؟ شيك. شيك شنو يا اخي؟ انا كلمتك 100 مره قلت لك ما تجيب لي شيك يا اخي. دي عندها، دي زبونه، زبونه ولا مصلحه اجتماعيه ما عارف. المهم هاي هاي عندي اللي هنا دي. ها؟ هاي ما عندها عربيه؟ انت بتتكلم بالراحه كده، ما لك دار تسرقنا ولا شنو؟ ها؟ امشي اجيب القروش واجيبها. امشي اجيب القروش وتعال. يا اخي خلينا في موضوعنا يا اسمك انت يا اخي، حرام عليك يا اخي، ده الاطفال ديل يا اخي، دقيقه عليك، الله بجد بيشتغلوا معاك الاطفال وينهم يا بنت يا اخي؟ الاطفال شوف على سبيوك، قال لك دايرين فطور يا اخي. حسيت شايف لك شكل اطفال؟ اطفال هاي شايفون اطفال. الطفوله دي بالمناسبه بمجرد ما خشوا المنطقه دي راحت منهم. والله يا اطفال انت غمستهم في زيت ولا عملت لهم شو؟ انا ما عارفه. سحبنا منهم من الطفوله. سحبنا منهم من الطفوله. كده هاي سحبتها منهم والله، حرام عليك. طيب خلاص قول دايرين يشتغلوا ودايرين يتعلموا، ما في مشكله. اول شيء سنهم لسه هم صغار، المفروض شويه يكبروا كده بعدك تعلمون. يا بنت الناس عليك الله، انت ما عارفه حاجه يا اخي، ما عارفه اهلهم ذاتك يا اخي. يا اخي ديل ناس يا اخي، اقول لك حاجه، بيساعدوا ابواتهم في البيت، وفيهم واحدين في الاجازه بيشتغلوا وبيمشوا بيقروا، بعدك بعد تفتح المدرسه بيجوا يشتغلوا هنا عشان يعلموا لهم صنعه. طيب يلا هم محتاجين. أه. وزي ما انت قلت هم شوف عمرهم قدر كيف، وسرهم خلوهم يجوا يشتغلوا، اخير فعلا من يعملوا يحوموا وكذا يجوا يشتغلوا، لكن طيب انت برضه مفروض يعني تديهم شغل بيقدروا عليه، ما تكلفهم فوق طاقتهم، ما بيقدروا يعملوا الحاجات اللي انت بتعمل فيها دي، وبعدين مفروض تحافظ على سلامتهم زي اولادك يعني، يعني ما توقفهم في شمس وتجوعون، يعني اذا وقعت فيه حاجه في راسه ده ما يعني بيتعرضوا لمشاكل يعني بيتعرضوا. ايوه هسي انت هنا دي، هو هسي دي قاعد هنا دي امن يعني. هسي قال وقعت فيه حاجه من في راسه ده ما قضاء وقدر، خلاص انتهى خلاص. لا لكن يعني انت ما تعرضوا للخطر. انا اعمل ليش شنو؟ بعدين انت بمعاملتك القاسيه لو دوب بتلزوا من راسه، حرام عليك، ده طفل يا ده بيتعلم يعني ده بعدين لما نكبر نفسيا بيكون عنده مشكله نفسيه. تقول لي راسه ما راسه يعني، راسه ده ازرع لك قطن؟ الله يقطن انت ده يا اخي، قلت لك ده طفل معلم صغير. يا اخي الولد ما قدر يربط بعدين عمل شراره كده، السلك ضرب كده. وين الولد؟ الولد هناك، قلت لها حرس العربيه وما تزح منها. ما كانت تسوق لك الشراره دي ما بتطرفي بتحرق واسي. لا لا خلاص ثبتناه. ثبتوه؟ شوف هذا يا معلم يا اخي ما بيقدروا على الحاجات يا اخي، انت قاعد تحملهم فوق طاقتهم يا اخي. حرام عليك يا اخي. يا اخي ما ممكن يا اخي. هاي علمهم. والله الولد تحليت عليه وبعدين حاسس انه خايف كده، لو ما عمل الحاجه معناه انت معناه رجاء دقه ولا رجاء وشاكوش ولا رجاء حاجه، ما ممكن يا الصغار عشان ما يدون قروش بعدين. ليه؟ قال لك منو ما بدهم قروش؟ قال لك منو ما بدهم؟ شوف على الصغار ما بدهم قروش. قال لك منو؟ جيب لك ناس كبار عشان تديهم قروش. وديل ما يتعلموا يعني؟ ديل ما بتديهم قروش انت. كيف ما بدهم قروش؟ قاعد تديهم قروش. قاعد فطور ما بتفطروا يا ولد الناس، انا قاعد اديهم مهنه يا اخي، ياكلوا منها عيش يا اخي، يساعدوا ابهاتهم ويساعدوا امهاتهم. يا حق الصابون انت ما بتدي لهم يا اخي؟ حق الصابون يغسلوا هدومهم. بالعكس والله العظيم ازالهم هم بهتني يا اخي، بهتني يا اخي. ما قاعد اديهم والله، بهتني والله. والله قاعد اديهم معلم يا اخي، وحياه الله قاعد اديهم يا اخي، ما قاعد يفطروا والله، قاعد اديهم. انت زول اقول لك حاجه، انت زول تاكل الكبده بغالي هناك عشان بيجوا. ايوه لازم يضحكوا، لازم يضحكوا نظيف، لكن ما قاعد تاكلون انت قدر شغلهم. انا بديهم قدر شغلهم. انت بجيب مش زيك انت، مش زيك انت، انت ما قاعد تديهم الحبه دي يا اخي. عليك الله دقيقه يا اخي، ما قاعد تديهم. انا زول نظيف يا اخي، والمنطقه دي كلها عارفاني، انا بربي اجيال. كميه هذيل طلعتكم انت ولا ما طلعتكم؟ تعال يا احمد، تعال يا عنا. طلعتكم انت ولا ما طلعتكم؟ طلعتوا انجاد ولا ما طلعتوا؟ هذا قدامك قاعد تعلمت كده؟ تعلموا كده؟ داير يتعلم. ايوه لا يعني زود يلعب، ما يلعب في المنطقه، يمكن يلعب هناك عند اهل. ايوه هنا محل الشغل، محل شغل. اي محل هنا جاي يستحمل. ده انا علمتهم كده. عاجبك عاجبك ما عاجبك خليها تمشي. ايوه عاجبك عاجبك، ما عاجبك خليها تمشي. لكن ما يدعوا لعوبه الطريقه دي. عليك الله امرك منا، امرك منا يا اخي. شويه شويه سنه بيكبر يعني. امرك منا، انا زول نظيف جدا في المنطقه. ومعروف هسه هم جايبين لك. احنا عارفينك يا ابراهيم. طيب كده دقيقه نسمع. انت شوف اسمع كلام الشخص دول اديتهم حقهم؟ اها قلت له شنو؟ أيوة. العربية حرقت، هشوفهم شفت الساعة، يلا شاف جواه.
الله يشوف الصغار دول المفروض يشتغلوا يتعلموا كويس. يما حس ان احنا زادنا هنا بنجيبه شوف بعدين بنعلمهم من عمر 8 لحد عمر 10 في الفتره بتاعت الاجازات. اي فتره الاجازات بكونوا قاعدين في البيوت بيلعبوا والواحد هنا بيجي مع اخوه ابوه هنا بيشتغلوا بيتعلموا يتعلم الكهرباء يتعلم سمكره يتعلم مكنكه بطريقه يكون مرضي يعني. اي هل فيهم نصيب؟ طبعا هم بيعتمد على القروش بيتعلم شنو؟ على التعليم. على التعليم هاي يتعلم لكن طيب. بده يراعي انه طفل يعني لكن طيب ها الطفل ده ما عنده حقوق، المفترض مثلا التعامل معه يكون شويه يعني مثلا لو الشمس حاره ممكن تمرض لانه الطفل ما بيتحمل ما زي الزول الكبير. بالضبط الزول الكبير عنده طاقه شويه. احنا نحن بنعامل الطفل يعني شفت ما زي ابنك يعني ما هسه ده المعلم ده هسه بيقول له نزل كده واعمل وشيل حاجات ثقيله الطفل ده ما بيقدر على الحاجه دي يعني يمكن تعمل اسلوبه شويه غاسي يعني من الاطفال.